اهلا وسهلا بكم. تفاعل عدد من الناشطين السعوديين على تويتر، طبعا تفاعلوا في جدليه متضاربه في وجهات النظر حول تصريحات الباحث في قضايا المراه الاستاذ عبد الله الداود، طبعا ادلى بها عبر قناه المجد، واشار فيها الى ضروره تغطيه جسد الطفله ان كانت مشتهاه على حد تعبيره. وتناقلت وسائل الانباء العالميه ومنها الصحف البريطانيه واصفين اياها بالمثيره، فيما عبر الكثير من الكتاب عن استيائهم لطرح مثل هذه الدعوه او هذه الفكره. عموما قبل لا ندخل ونستقبل ضيوفنا ونرحب فيهم، خلونا نشوف المقطع اللي تحدث فيه الاستاذ عبد الله. دول شرق آسيا العرف السائد عند المسلمين هناك ان الحجاب يبدا للطفله من سن الثانيه. الله، من سن الثانيه تعود على الحجاب، وهذا الامر يدفعنا الى ان ننافس، فنبدا على اقل الاحوال نعود البنات لدينا من الوقت السابق. صحيح. كما قلنا موضوعنا اللي هو البدء من البدء. نعم. وخصوصا ان هذه التجربه لن نخوضها نحن بصفتها تجربه يتيمه لم نسبق لها، لا، نقول الان في دول كثير بهذه الصوره، دول شرق اسيا، وحتى انك تميز المسلمه هناك بحجابها وحجاب ابنتها، لان الدول يكون فيها احيانا اكثر من ديانه. هذا الامر يجعلنا للاسف الشديد يعني نود، والله هذا الامر اقوله لكل مشاهد، نود ان هذه الصوره نجدها لدينا، لا نجد لدينا صور من التكشف ولبس العاري حتى لمراحل الفتنة قد تبدو واضحة في الطفلة، قد يكون لها أحيانا أوتيت بسطة في الجسم يبدو عليها جمال، يبدو عليها يعني بدانة أو شيء من هالقبيل، فتجد أنها في صورة من التكشف والعري الذي يعني أظن والله أعلم أن هنالك فتاوى للعلماء في تحريم هذا الأمر حتى ولو كانت لم تصل إلى مرحلة البلوغ. صحيح. لأن الطفلة متى ما كانت مشتهى فإنه يجب على الوالدين تغطيتها وحجابها. لمناقش هذا الموضوع معي في الاستوديو الباحث في هذه القضايا الأستاذ عبد الله الداود. اهلا وسهلا بك استاذ عبد الله. اهلا ايضا، مطلق الفكره من الزعلانين منك وفي ناس معك. ايضا يسرني ارحب من عبر السكايب من المنطقه الشرقيه من الدمام تحديدا الاستاذ محمد العصيمي وهو الكاتب في صحيفه اليوم. استاذ محمد شكرا انك استضفتنا في بيتك. شكرا لك. وايضا ارحب من جده من استديوهاتنا هناك بالدكتور سعود كاتب الاستاذ قسم الاعلام والاتصال والاستاذ الاتصال في جامعه الملك عبد العزيز والكاتب ايضا. اهلا وسهلا بك دكتور سعود. يا اهلا وسهلا بك سي. استاذ عبد الله، انت الكلام اللي قلت لازلت انت يعني مؤمن فيه ومقتنع فيه. اي نعم. نعم. رده الفعل فاجاتك؟ ايضا الناس تسال ما معنى مشتهى؟ يعني هم ينظرون لان هذه طفله، كيف احد يشتهي طفله الا اذا كان هو عنده مشكله نفسيه؟ كيف ترد عليهم؟ طبعا الكلام هنا بعد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله نبينا محمد. في كلام لازم في تفصيل الكلام اللي ذكرته، يعني هل الكلام عن الناس غير الاسوياء او الناس الاسوياء؟ هذا حق نحتاج الى ان نوضح. الامر الثاني، هناك خطاب أنت تسوقها أحيانا في برنامجك يناسب الخطاب للمسؤول لمن في يده ولاية معينة وزارة معينة، تتكلم على مستوى مؤسسي، وأحيانا لا يكون البرنامج أسري فأنت تخاطب الأسرة، فهنا أنت توجه خطابك للأب والأم للوالدين بما يليق بهما، لا تتحدث على مستوى الدولة. والخطاب هنا في ميدان الجرأة على الضرر بالطفلة، عندنا مجرم وعندنا طفلة، فأنا لما أتكلم على مستوى المؤسسات فأنا خاطب الدولة، لأن هذه من ضمن الاعتراضات التي سمعتها، يقول كيف تركت المجرم الجاني المعتدي الإنسان السافل وما إلى ذلك من العبارات التي سيقت في معرض الرد. نعم. وجئت تتوجه بالخطاب إلى الطفلة، أقول هذا الكلام له سياقاته. عندما تحدثت في البرنامج أنا كان الخطاب لي للوالدين، كان في الكلام في جو الأسرة، بينما لو كان الكلام للمسؤولين فنحن نريد تطبيق شرع الله عز وجل في هذا الإنسان، لكنني ما كان سياق كلامي هنا الخطاب للدولة أو الخطاب
عن المجرم، يعني ما الواجب تجاهه؟ أنا كنت أتحدث عن طريقة تربية الطفلة منذ البداية، وتحدث عن دول شرق آسيا، وذكرت أن دول شرق آسيا ترانا نحن القدوة في بلاد الحرمين ومهبط الرسالة، ورؤيتها لنا بهذه الصورة تدفعنا إلى أن نكون نحن أنموذج جيد للعالم برمته. فإذا ما جئنا إلى القوم هناك وجدنا عندهم عرف سائد أنهم يحجبون الطفلة منذ السنتين، وضع عندهم موجود، هم يدركون أبعاده. هذا نحن عرضنا التقرير وقلته أنت في عند الزملاء في المجلس، لكن هو الناس يعني هل هذه الفكرة لما تقول مشتهى خوفا من واحد عنده اضطراب نفسي، ولا أنت الفكرة لكل الناس أنه عندما تكون الطفلة، لأنه في ناس لا يشتهي الطفلة أساسا، يعني يرى أنه مسؤول عنها ومهتم فيها ولا يتصور، يعني في ناس ما هو بداخلة في رأسهم ذا الموضوع كله أساسا. عموما أنا بعطيك الرد، بس خليني أخذ يعني الناس اللي مثل بعض معارضيك أو الناس اللي استغربوا من هذه الفكرة. الأستاذ محمد العصيمي مساك الله بالخير، تساءلت في مقالك هل تشتهى الطفلة، وقلت أيضا أن ما طرح ليس حلا. طيب أنت كيف تشوف هذه الفكرة؟ طبعا أنت تختلف معها، تتفق، تبغى يعني تشوف أنه مفروض أنه الأستاذ عبد الله كان شرحها أفضل أو أكثر أو فصل فيها؟ لا طبعا أنا الحقيقة أرى في الدكتور عبد الله بعد ما عدت يعني الخير رائحة تراجع عن ما ذكره فيما تحدث فيه قبل قليل. بس إذا يعني إذا احنا سنحجب الطفلة قبل سنتين حتى نسبق منهم في شرق آسيا، مع أني أنا زرت شرق آسيا ولم أرى الطفلات المحجبات، إنما إذا افترضنا ذلك ورجعنا يعني أفهم من كلام الدكتور عبد الله أن احنا المفروض نحجب البنات الأطفال في السن الأولى مثلا، وقد يكون هناك أيضا دعوة لاحقا بأن نجد طريقة لنحجب الطفلات في بطون الأمهات. شيء غريب يعني الحقيقة أنا بالنسبة لي هذا الموضوع. والحقيقة عندي في الاعتراض غير ما كتبته في المقال في صحيفة اليوم، عندي ثلاث نقاط تتعلق بهذا الموضوع إذا سمحت لي أذكرها. تفضل. النقطة الأولى تختص بكون ما ذكر الدكتور عبد الله فتوى أو رأي، يعني هل هي فتوى من عنده أو رأي من عنده؟ إذا كانت فتوى في حدود علمي وأنا متابع حريص، لن يسبق أن سمعنا بهذه الفتوى من أي من علمائنا الكبار الأجلاء، وبالتالي قد أحملها على أن تكون رأي، والرأي يخص وما كان من وجهة نظري ينبغي أن يرسل أو يتحدث بهذا الحديث تجاه تغطية البنات الأطفال. النقطة الثانية في حاراتنا وأحيائنا القديمة، وأنا ذكرت هذا في المقال، كنا نلعب كصبية ومع البنات الصغيرات في كل شيء، يعني يذكر يمكن الدكتور عبد الله أصغر مني أو أكبر مني، أنا الحقيقة لا أعرف شخصيا، ولكن لا أنت أكبر إن شاء الله، كل خير وبركة إن شاء الله أني أكبر في السن وأنت أكبر في المقام إن شاء الله. الله يعطيك العافية على لطفك. في الحارات والأحياء القديمة كنا نلعب صبية وبنات صغيرات في كل الألعاب، ولم يكن هناك أي مجال أو بادرة من كبير أو صغير للذهاب إلى تغطية الطفلة في هذه السن، خاصة وأن الدكتور عبد الله أيضا لم يحدد يعني سن الطفولة في المنظمات الدولية وعلى أكثر من صعيد يختلف من دولة إلى أخرى وإلى آخر، ولكن حتى الدكتور عبد الله لم يحدد لنا سن هذه الطفلة، وإن كان أشار قبل قليل أنه يطالب بتغطيتها إذا كانت فاتنة ولديها غصة في الجسم كما ذكر من السنة الأولى ربما مثل ما فهمت من كلامه. طيب الثالثة، الأجداد والآباء أيضا لم يفرضوا هذا الحجاب أو التغطية على الطفلات. النقطة الأخيرة إذا سمحت لي، أنه حالة الاشتهاء كما ذكرت أنت أيضا في سؤالك للدكتور عبد الله، حالة الاشتهاء مثل لا تكون إلا عند المرضى، وبالتالي الفتيات البالغات أو النساء غير من يغطين وجوههن، لا يغطين وجوههن، هل هؤلاء أيضا
تقع عليهم شبهة الاشتهاء، إذا وقعت عليهم شبهة الاشتهاء فكثير من نساء المسلمين حول العالم يقعن تحت نفس الظروف ونفس الموضوع ونفس الدعوة التي أطلقها الدكتور عبد الله. فأنا كنت أتمنى أنه يعني يتدبر قليلا قبل أن يطلق مثل هذا الكلام، لأنه أيضا انتشر عالميا وأخذ علينا في أكثر من وسيلة إعلام على المستوى الدولي. طيب دكتور سعود أهلا وسهلا بك. ختم الأستاذ محمد بردة الفعل العالمية الكبيرة على الموضوع، وأنت مهتم في شؤون الأطفال منذ زمن في قضايا كثيرة، ودي تعلق، هل ما قاله الأستاذ داود يعني خارج عن ما يدور في خلد بعض السعوديين، أنه بعض السعوديين يميلون لهذه الفكرة وفي ناس ضد؟ أنت أول شيء أبغى أعرف رأيك، وفي نفس الوقت أبغاك تعلق على ما قاله الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة لوكالة فرانس بريس، يقول نتمنى ألا يتم التقاط شاذ الأقوال وتضخيمها وتصويرها على أنها فتاوى شرعية. أنا لم أطلع على المقابلة، لكن لا يمكن أن يلتفت للشواذ من الأقوال. وبعدين بأخذ تعليق. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بك وأرحب بجميع ضيوفك الكرام. حقيقة أنا أود أني أبدأ بكلمة ضيفك الكريم اللي قال فيها أنه لدينا مجرم ولدينا طفلة. لا أعرف كيف اختزل المجتمع كله في مجرم وفي طفلة لديها كما قال بسطة وجمال يجعلها تكون مشتهاة للمجتمع ككل. أنا لا أعتقد أبدا أن المجتمع السعودي وصل إلى هذه الدرجة اللي بيشتهي فيها. أنا لأول مرة حقيقة بأسمع الكلام هذا، لا أقول إنه فاجأني، ولكن أقول إنه أصبت بالصدمة لما سمعت الكلام هذا، إنه في لدينا في مجتمعنا أشخاص بيشتهوا طفلة، أو إننا نطالب بتحجيب طفلة وعمرها سنتين. أنا سافرت للشرق الأقصى زي ما قال الأستاذ محمد، أيضا سافرت لأندونيسيا وسافرت لدول كثيرة في شرق آسيا، ولم أشاهد أطفال في سن السنتين أو أقل أو حتى أكثر بقليل أو بكثير قليلا بالحجاب وبغطاء الوجه. أعتقد الكلام هذا مبالغ فيه. في تصوري أن هذه الفتوى هي أو الرأي، خلينا أسميها الرأي، هو من ضمن الآراء التي تسيء لنا كثيرا، الآراء العجيبة والغريبة اللي بدينا نسمعها كثيرا خلال الفترات الأخيرة، وما أعرف من أي مكان بتهطل علينا كالمطر. دعني الآن أحاول أربط بين هذه الفتوى وبين بعض الأحداث اللي حصلت. إحنا بنتكلم عن الطفولة، بنتحدث عن طفلة عمرها سنتين أو حتى ثلاثة أو تسعة سنوات نطالب بتحجيبها خشية أن تكون مشتهى، ويأتي شخص في قناة إسلامية ويصفها بصفات، لما نقول لديها بسطة في الجسم ولديها امتلاء وجمال يجعلها مشتهى، حقيقة بتألمني كثير في نفسي. مباشرة بأربطها بحادثة لا أعتقد أنها غابت عن بالنا، وهي حادثة الطفلة لما اللي قتلها والدها قبل مدة بسيطة، وهو أيضا من الدعاء المتحدثين في بعض القنوات الفضائية. لماذا قتلها؟ لأنه يشك في سلوكها وهي طفلة في سن تسعة سنوات. لدينا أيضا بعض الفتاوى أو الآراء الأخرى اللي بتقول بأنه يجوز الزواج من الطفلة الرضيعة أو الطفلة في سن السنتين حتى لا تنحرف عندما تكبر في السن. جميع الفتاوى وجميع هذه الآراء كلها تصب في الخوف. طيب. وفي الخشية من الطفلة. طيب. وفي الهوس الجنسي اللي بدأ يصيبنا وما احنا عارفين كيف نتخلص منه. تفضل. الآن الدكتور سعود تحدث، تبغى تبدأ والأستاذ محمد ذكر ثلاث نقاط. طيب. ما عندي مشكلة. وأيضا هل أيضا السؤال هل هي فتوى أم هل هي رأي؟ وفي نفس الوقت أريد تعليقك على ما ذكره الشيخ سلمان العودة بعد ما ترد على كل هذه التساؤلات والاستنتاجات. طيب. بالنسبة لتحجيبها تحجيب الطفلة في سنتين اللي هي التغطية، أنا ما ذكرت الكلام، أنا ذكرت واقع موجود في دول شرق آسيا والمقطع موجود يعني. لكن لو أحب إنسان أنه يحجب بنته في سنتين هذا شيء يرجع له، ما في أحد يعارض على هالأمر، لكنني لا أطالب ولا أوجب، ولا أحد من العلماء طالب ولا أوجب، وليس في الكلام شيء من هالقبيل حتى لا يكرر. نعم. دون أن يكون له مستند والمقطع موجود.
قضية حجاب الطفلة وهي مشتهى، هذا كلام فتوى للشيخ ابن عثيمين ورجل معتبر لدينا في البلد، وإذا شئنا نرجع للقديم فهو قول للشافعية ومذهب فقهي معتبر، بادت مذاهب كثير، بقي الأربع مذاهب. الشافعية يرون تحجيب الطفلة إذا كانت مشتهى بهذا اللفظ، عند الفقهاء يقولون الصغيرة المشتهى، يعني هذا اللفظ ليس من ابتكاري وإبداعي، إنما أنا ناقل فقط وموجود في كتب الفقه. النقطة الأخرى التي ذكر يقول أن كنا نلعب وإحنا صغار، أنا أهنيه على هذه الطهارة الموجودة لديه، لكنني أقول عندما يطرح طرح فضائي فلا يطرح على مستوى شخص، أنا عشت وأنا أرى أن هذا تجربتي ولذلك عممها على المجتمع. ربما أنت تعيش في جو طاهر مؤدب في تربية، لكن لما تتكلم عن المجتمع فليس من اللائق أن تأخذها كلها بجو ملائكي وجو أفلاطوني، لا يوجد في المجتمع. وهل ضروري نأخذ بجو سوداوي؟ لا لا، ما أخذ بجو سوداوي. أنت استضفت هنا طفلة في 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 حلقة في هلا، وجبت طفلة وبينت للناس أنا اعتدي عليها، هذا ليس معناه السوداوية في نظرتنا للمجتمع، إنما المقصود بالاحتياط فقط. أما أن نقول والله أن المجتمع ما فيه، جريدة الوطن تذكر بهذا اللفظ وهي جريدة حكومية ومعتبرة، تذكر أن عشرات الآلاف من التحرشات للأطفال تأتي من ذويهم الأقربين، موجود العدد موجود الإحصائية، عشرات الآلاف في المملكة العربية السعودية، وذكرت عدة أشياء سواء كانت في مصر في لبنان إحصائيات، لكن أتكلم عن الموجود لدينا هنا في المكان الذي نستطيع أن نقول هو اللي طبق فيه الشريعة واللي فيه تماسك اجتماعي وغيره. تأخذ عليك أخذ عليك أستاذ عبد الله أنه ليش أنت ما وسعت الدائرة، بمعنى لما تقول نشرت الوطن وإحنا نتكلم عن حالات اليوم لما يكون في إيذاء للأطفال أو تحرش، هل المنطق أنه نقول يعني يتحجبون ونمنع، ولا نطالب بقوانين صارمة مثل هذول الناس اللي عندهم مرض نفسي يعاقبون؟ يعني الحين هو صاحب المشكلة هذا المريض التعيس هذا اللي هو يتحرش ببنته مثلا، المفروض هذا يعاقب، انك انت صوتك يعلو بان يكون في قانون. انا حدثتك قبل قليل قلت لك لما يكون كلامك للأسرة فهنا لنا كلام، لما انت كلامك للمسؤول. لذلك الاستاذ محمد هو يقول كأني اشعر بتراجع عما قلت. لا انا ما تراجعت، كلامي واضح، انا اقول لما يكون خطابي للأسرة. هذا الحلقة التي سيقت في المجد كانت عبارة عن ست حلقات، كل ساعة كل حلقة مدتها ساعة. نعم صحيح. فلما تجي تجتزع لي هذا الكلام فانت تاخذ ويل للمصلين، ما في القرآن ويل للمصلين، لازم تاخذ السياق كامل. عندما تعرض انت يا استاذ علي في البرنامج هنا طفلة وتعرض قصتها، انا استطيع ان امارس نفس الدور واقول لك ليش جبت الطفلة هذه، ليش ما جبت آلاف القصص الجميلة اللطيفة؟ اقول لك لا يا اخي، انا مذيع في برنامج، مهمتي اني اوعي، وهذا الأمر أنا لا أتهم المجتمع بقدر ما أنا أعطيه جرعة. يعني خلني أعطيك الآن تطعيمات الأطفال، خلنا في الأطفال، لماذا يطعم بعد أول شهر ويطعم بعد ستة شهور؟ هذه التطعيمات لماذا؟ أليس من باب الاحتياط واجب؟ هل نحن نتهم أن هذا المجتمع مليء بالجراثيم والأمراض وغيرها؟ لا، ليس كلام لا يقول عاقل، نحن نريد أن نقي المجتمع قدر المستطاع. اسمع ليش ترى ما له علاقة ببعض موضوع التطعيمات لا لا لا، أنا أقول الوقاية بصفة عامة. يعني البنوك الآن ما توضع عليه جدران ترسانية وآمن ليه؟ هل المجتمع لص؟ هل المجتمع سارق؟ لا يؤخذ بهذا الأمر، نحن نقول لابد من الوقاية للطفلة. لما تجي تتكلم بخطاب عام فعلا تقول لابد من معاقبة المجرم، لكن أيضا الوالدين قد يكون في تساهل في اللباس وتعري ولبس غير لائق وفي فتنة، فيضطر غير السوي زي ما ذكرته. أنا لم أتحدث عنه، أنا أتحدث عن الناس الأسوية في وقت الطفلة وصلت إلى حد قرب من البلوغ، لازال الطفلة لكنها امتلأت، لا أقول سنتين، أنا أذكر الآن حتى أذكر في الحلقات لو راجعت الحلقات نحن قلنا في التاسعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، هي بالنسبة لنا يعتبر عرف على أساسنا طفلة، وليس لدينا وإنما حتى على مستوى العالم هو عرف دولي أن عمر 9 سنوات تعتبر طفلة، لكن قد تؤتى بسطة في الجسم. فهنا نقول للوالدين من الأمانة والتربية أنها تحجب وتغطى خشية من أن يقع هنالك المحظور، هذا هو المقصود. هذا المحظور الإحصائيات الموجودة لدينا وبصفة عامة تتحدث عن أن غالب الاعتداءات تأتي من القريب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو القريب صلة قرابة؟ قال الحمو الموت، ولم يقل الحمو المرض، إنما ذكر الموت لوجود القرب الذي يأتي فيه النظر. من هنا طبعا جاء الإسلام بفق عين الذي يطلع على المحارم. قال هو حد الاشتهاء، ما حد الاشتهاء، نحن نتحدث عن الأسوية، الناس المرضى الذي ذكرت عنهم، نقول هنا حماية الوالدين هي جزء من حل المشكلة. نحن نتحدث الآن في جو للأسرة، لما وعيد هذا الكلام مرة ثالثة، لما يكون خطابي للمسؤولين، لما أريد أن أنظر للقضية فأنا أتحدث للجميع،
الأخ أيضا ذكر قال أن تختزل المجتمع في مجرم وفي طفلة. ما حد اختزل المجتمع لا في طفلة ولا في مجرم، نحن نتحدث بصفة عامة عن الآباء ووصايا لهم في كيف يتعاملون مع أولادهم. هذا هو إطار الحديث، سياق الحديث جاء في هذه النقطة. مضطر عندي فاصل ونعود، فاصل ونعود. طيب أهلا وسهلا بكم، لازلنا نتحدث عن تغطية الطفل المشتهى حسب يعني الأستاذ داود الباحث واللي قال هذا الرأي. أستاذي فيه بتكمل فكرتك بس عشان أنهي الكلام وننهي كل الأسئلة عشان بعطيهم فرصة كمان، وودي تعلق على ما قاله الشيخ سلمان العود. طيب أنا سأذكر بالنسبة للاختزال الذي ذكره الأستاذ الكريم، نحن لا نختزل. أنا بإمكاني لما أطرح قضية اختلاسات وأمور فيها سرقة وأطرحها إعلامية، ما أنا لا أختصر المجتمع في هذا الأمر، إنما تناولته يوما ما بسبب أمر ما، وهذا لا يتداخل مع قضية الاختزال. لما ذكر المجتمع السعودي وأعطى نوع من الطهارة، نقول مجتمع طاهر وكل مجتمع طاهر، لكن لا يعني الطهارة أن لا يوجد فيها يعني أخطاء أو تجاوزات. وهذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام يوضح بعيدا عن هذا الكلام، يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفرقوا بينهم في المضاجع، فرقوا بينهم في المضاجع لقضية السن السابعة وهم إخوة، ومعلوم أن الإخوة في قضية تحريك الشهوة يعني أبعد الناس في الشهوة. لو مثلا جئنا برجل غريب أو طفلة غريبة، يعني غالبا الأخوين الأخ والأخت لا يكون بينهم شهوة، يعني إلا أن في حال المنام النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بإبعادهم وتفريقهم بوجود ثلاث عوامل ضد الشهوة. أولها صغر السن السابعة للعاشرة، الأمر الثاني اللي هو النوم، والنوم في غياب عقل، والأمر الثالث اللي هو يعني صغر السن، يعني هم صغار في السن، ومع ذلك الإسلام واقعي في طرحه، ما يتكلم في أفلاطونيات وكلام بعيد جدا، إنما يعطي وقايات، والوقاية خير من العلاج. أيضا الناس زعلانة منك تقول خليت الديانات الأخرى يشتمون فينا ليل ونهار. ممتاز، اليهودية فيها حجاب للصغيرات ويوجد، أنا بس ما كنت متوقع أنه سيطلب هذا الأمر، موجود وثائق وإن شاء الله أني أنزلها اليوم في التويتر. أنزل حجاب اليهوديات الصغيرات موجود في ديانتهم، وموجود عند النصارى هذا الأمر، وأنا لا أقول هذا الأمر حتى نرضي اليهود، لأن الله عز وجل أخبر في القرآن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ونحن لسنا ملزمين بأن نشوه ديننا ونرجع ونتقهقر حتى ما نقول والله الجريدة الفلانية النصرانية سبتنا أو انتقدتنا. طبيعي أن تنتقد، لأن لن ترضى عنك اليهود، عنك هو محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا هو خير البشر والصادق الأمين الذي بلغ بخلقه ما لا يبلغه بشر ولن ترضى عنه، فثق بأننا نحن لن يرضوا عنا مطلقا حتى نتبع ملتهم. فليس هدفي هو إرضائهم بقدر ما أني أوضح الحق وأوضح ديني بافتخار. بس أنا أقول لك شغلة، الآن في ناس مذهولة هم عندهم مشكلة، هذه الطفلة أنت كيف تسلل؟ لماذا لم تذهب إلى يا جماعة أعطونا قانون تحرش؟ راح ترجع تقول الخطاب، ما الخطاب الناس ما مو بواصل لهذا الشيء. يعني أنت اليوم مطالبينك الناس يا تقنعهم بفكرتك، يا أنك أنت يعني تضيف لطلباتك طلبات أخرى، يعني أو تضع لهم حلول أخرى. أنا لا أضيف الطلبات، أنا أقول من اعتدى فيعاقب العقاب الشرعي، الشرع متكامل. بس يعني والمعتدي في هذا الميدان له عقوبة شرعية وموجود محاكم، ونحن لا نقول اعفو عنه، لكنني أنا مطالب، أنا رب أسرة، وهذا الكلام أيضا أنا أشكرك أنك سقت هذه النقطة. الآباء والأمهات يطالبون بواجبهم، والدولة مطالبة بواجبها في إيقاع العقاب على هذا المتحرش والنكاية به. طيب عشان, عشان, عشان الوقت، لكن دكتور سلمان العودة يرد عليه قال أن هذا شاذ من الأقوال. هو لا يقول عن هذا الكلام أنه شاذ من الأقوال، لما هم سألوا قالوا سمعت الفتوى هذا، قال أنا ما شفت، ما لم أشاهد، ولكن هذا يعتبر راعي. بما أنه لم يشاهد فحكمه يظل على أنه ما حسب ما نقله. الآن نقل لكم كلام ونقل. طيب أيضا تتوقع بتغير رأيه مثلا لو لا، نحن نقول الشخص سلمان العودة لا يقارن بمذاهب الفقهاء الأربعة، يعني لو صار تصادم، لو صار، وأنا أظن الشيخ سلمان العودة ليس بهذه الصورة، لكن أنا أنقل لك كلام الشافعية وكلام الشيخ عبد العزيز بن باز وكلام الشيخ ابن عثيمين، هم ذكروا كلام مفصل في هذا الموضوع. طيب أنهي بس هذه بس سريعا عشان الوقت. طيب أنا أقول عندما ذكر أن يعني الزواج من الرضيعة، أنا أقول هذا الكلام ليش ما ساقه للخميني، والخميني يذكر مفاخذة الرضيعة. القساوسة عندي هنا موجود قضايا مرفوعة 5000 قس قاموا باغتصاب أكثر من 12 ألف
طفل وكانوا تحت رعايتهم، جريدة الرياض. يعني لما نجي للنصارى نجد عندهم هذه الاعتداءات. لما لا لا شوف، هذه الاعتداءات على التحرش عند القساوسة وعند الناس اللي برضو في تحفيظ القرآن، وعند في كثير من جميل جميل هو كلام. أنا والله حقيقي مو بجميل، لا 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 أنا أقول، أنا أقول كلامك سياقك في الموضوع. لماذا لا يكون النقد للجميع؟ طيب فلماذا يغفل؟ يعني لما يجي واحد يقول حجبه تقوم الضجة، لما يكون واحد يرى الاغتصاب ويرى وصامت ما تحدث. طيب. دكتور سعود كاتب تفضل. سيدي ضيفك الكريم بيصر على تبرير الخطأ بالخطأ، يستشهد بالخميني. أنا ما لي دعوة بالخميني، أنا بتقول لي الخميني يقول اللي هو بيقوله، أنا هذا الشيء غير مقبول وغير منطقي ولا يقبل العقل ولا المنطق. لا يمكن أبدا أن تقنعني بأن هناك إنسان في هذه الدنيا يشتهي طفلة في عمرها 2 سنة أو طفلة بأي معيار من المعايير. استشهدت عندي نقطتين الآن حاب أني أتحدث عنها. استشهدت التحرش بالأطفال أنه معظمه بيكون من الأقارب. سيدي ماذا تريد في هذه الحالة؟ هل تريد أن نحجب الطفلة عن والدها وعن إخوانها؟ هل هذا هو الحل؟ إذا كان هذا هو الحل باعتبارها مشتهى من قبل أي شخص، فماذا تريدنا أن نفعل؟ لدينا مشكلة حتى في المجتمع من الشواذ. هناك حتى بعض الأولاد بيشتهوهم، واعتذر على الكلام هذا أني أقوله على شاشة التلفزيون، لكن هذه حقيقة. ماذا تريد أن نفعل بهذا؟ نحجب الأولاد؟ ماذا تريدنا أن نفعل في حالة المدارس ووجود الشذوذ الجنسي أيضا لدى بعض البنات؟ هل نحجب البنت عن البنت؟ أنتم تبحثون عن الحلول العجيبة الغريبة، ليس هذا هو الحل. دعونا نركز على الأخلاق يا سيدي، دعونا نركز على أخلاق المجتمع. لو ركزتم كل مجهودكم، أنتم المشايخ، أنتم الدعاة اللي بنثق فيكم وبنحترمكم وبنقدركم، ركزوا، لا تركزوا على القشور وعلى الحلول العجيبة اللي بتحاولوا فيها أنكم تضعوا المرأة في كورنر حتى وهي طفلة. هذا مو الحل أبدا. نريد التركيز على الأخلاق. المجتمع لديه مشكلة أخلاقية، نحن نعاني أخلاقيا. دعني أقولها بأعلى صوت، وليس هناك قدوة، لا نجد قدوة حتى من قبل بعض الأشخاص الذين يتحدثون باسم الدين. أرجوكم ركزوا على الأخلاق، حاولوا أنكم تصلحوا الأخلاق، حاولوا أنكم تكونوا قدوة وتخلقوا قدوة في هذه المجتمع. أعتقد أنه هذا هو الحل، وليس الحل أني أخذ طفلة صغيرة عمرها 2 سنة وأغطي وجهها، أني أحجبها داخل بيتها عن أبوها وأمنعها عن أبوها لمجرد أني أنا مهووس بحاجة اسمها جنس. لا يجوز الشيء هذا، أرجوك. طيب إحنا عندنا سولو بريك، فاصل قصير جدا ونعود. أستاذ محمد العصيمي، الأستاذ داود شرح وفصل تعليقك، عندك أي أيضا أسئلة أخرى قبل ما ننهي؟ لأنه بترك له التعليق الأخير. الحقيقة أنا أشعر أنه هناك شيء يعني من الترويع، عندما أقول الإرجاف في مثل هذا الكلام يعني، وعندما نحال إلى الخميني ماذا قال وماذا قال وماذا فعل القساوسة وإلى آخر، احنا مجتمع لدينا ديننا وثوابتنا وعاداتنا وتقاليدنا وما ورثناه ايضا من حسن التصرف وحسن الخلق من اجدادنا وابائنا، فما لسنا بحاجه الى ان نستفيد من هذا او نرجع الى ذاك والى اخره. الشيء الاخر يعني سمعت الان من الدكتور او قبل قليل من الدكتور عبد الله انه هو قصد الطفلة 9 سنوات، بينما كان يقول في بداية البرنامج أنه يقصد يعني يريد أن نتعسى بشرق آسيا ونكون قدوة لهم في تغذية الطفلة حتى قبل الثانية وإلى آخره. أنا كل ما أريد أن أركز عليه أن يدقق من يبحثون في شؤون المرأة دينيا أو اجتماعيا بما يطرحون وبما يبثون للناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. لابد أن يحرص الإنسان كل الحرص أيا كان مصدره أو منبته، لئلا يوقع الناس في بلبلة وإرجاف من هذا القبيل. المجتمع لدينا كما ذكر الدكتور سعود، المجتمع لدينا فيها أطفال بنات وأطفال ذكور ومراهقين وإلى آخره،
هل يريد مثلا الدكتور عبد الله غدا ان نغطي وجه المراهق الوسيم على سبيل المثال؟ هل نصل الى مرحله فيما بعد انه هذا رجل فاسد للمراه سنغطيه؟ يعني يجب ان نحاسب تجاه هذه الامور ولا نتركها على عواهنها لارائنا وشهواتنا وما قد نطلقه مما يبدو. ما لم يجيبني على فكره على موضوع هل هي فتوى ام راي من لا هو اصلها قال انها فتوى موجوده وقال انه لا بالنسبه له هو فتوى ولا راي؟ يعني هذا هو السؤال وقد يجيب عليه بعد ما انهي. انا لحظة بس سؤالك يا أستاذي الكريم، سؤالك إيش بالضبط؟ أنا قلت لك الآن هذه فتوى الشيخ ابن عثيمين أن إذا كانت مشتهى فإنها تحجب، وش تسألني عنها بالضبط عشان أنا أجيبك؟ بس أنا أسألك، أنت طرحت هذا الرأي بدون تحديد السن من باب أنه رأيك أو فتوى؟ لا، لأن الشيخ ابن عثيمين قال إذا كان أوتيت بسطة في الجسم، إذا كانت مشتهى في جسمها. الشافعية أيضا ذكروا هذا الأمر بدون تحديد عمر. بدون تحديد عمر. طيب، النقطة الأخيرة لدي أن نثق في مجتمعنا أن نمارس التربية الصحيحة لأبنائنا وبناتنا، أن نأخذ على يد المتحرش أو المجرم الذي يعتدي على طفلة أو طفل، وألا نذهب أكثر من ذلك. لأنه لما يذكر أنه جريدة الوطن نشرت أنه عشرات أو عشرات الآلاف من الحالات من تحرش من أقارب كما ذكر الدكتور سعود، هل يريد أن نحجب الأخوات والبنات؟ يعني الحقيقة موضوع يطول الجدال حوله والنقاش حوله، ولكن كل ما أتمناه ممن يتصدون للفتوى الدينية أو الرأي الديني أن يتقوا الله في نسائنا، وألا تكون المرأة هي فقط شغلهم الشاغل صغيرة أو كبيرة. نعم، تفضل. نعم. طيب، الكلام طبعا ما شاء الله متشعب وطويل، لكن أنا أقول باختصار، يعني الآن القنوات الفضائية التي غزت بيوتنا كشفت وعرت وهاجمت كل الكلام الذي ذكره الأخوة. أنا أقول لا نعيش بعقلية النعامة، ندوس رؤوسنا في الرمال، يكتبون زائد 18 زائد 16 زائد 18، هذا وش معناه؟ معناه أن هذا الأمر خطر على الموجود في البيوت. لما أننا نجي نقول انتبهوا للأولاد، انتبهوا للبنات، لأن في تغذية تأتي في للمجتمع. المجتمع ليس محصنا التحصين الكامل، لا، بشر، قد يقع هذا الأمر. فلما نقول والله للأمهات والآباء اعتنوا بالملابس، اعتنوا بالستر، اعتنوا بالحشمة، هذا جزء من حل المشكلة، لأن خطابي للأسرة. لما يقول الله الأخذ على يد المتحرش، أنا معه قلبا وقالبا، ومن هذا المنبر أنادي بالأخذ على يد المتحرش بما يحكم به شرع الله عز وجل، ابتداء من التعزير وانتهاء بالقصاص. هذا أمر ما نختلف فيه، لكن أنا لما تجي تقتضب لي دقيقتين وتقول تكلم، تبين أحل كل المشاكل في دقيقتين؟ مستحيل. لما تجي تقتطع جزء من كلامي هذا ليس إنصافا. يعني نقطة المراهق الوسيم تبغى نغطيه، نقول كلهم بحسبه. المراهق الوسيم لا بد أن نعرف أن للعلماء فتاوى في تحريم الخلوة بالشاب الوسيم، الطفل الأمرد اللي فيه لمسة فتنة. القضية هنا فيما يتعلق بالرجل وليس الذكر كالأنثى، مختلف الوضع هنا، لكن لكل إجراءاته. هنا لا إجراء، هنا لا إجراء. قضية الكلام اللي ذكره الأستاذ، بس تحريم الخلوة مع هذه جديدة، من اللي قال بها؟ من اللي قال يعني هذا الوضع؟ والله أنا أتذكر أني قرأت لابن كثير وموجود فتاوى، وليس في هذا. لا بس يعني أنا أعتقد إذا كان في تحريم السمعة واحد وسيم، إحنا وصلنا لمرحلة متدهورة جدا. الخلوة هذه مشكلة أخرى يعني. لأن هذا إذا كان الأحكام عندنا. لا ما هو هذا الشخص اللي هو طفل ولا كبير؟ لا هذا الشخص اللي ما يقدر يضبط نفسه مع إذا اختلب شاب وسيم، يعني هذا عنده، هذا مريض تعبان يعني يبغى له علاج. لا مو صحيح. ليه؟ موجود يا اخي حالات كثيره. السجون تئن، وينك فيه انت يا استاذنا؟ السجون تئن، والجهات الامنيه عندها اشكاليه، وقضايا التحرش موجوده في الجهات الخاصه بالقضايا الاخلاقيه تبع وزاره الداخليه، تحقيق الادعاء العام. احنا اي بس يعني كيف نغلط انفسنا هنا في هذا الموجود؟ الفكره انه 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 يعني كيف اوصل لك اياها اليوم؟ انت مثلا لو قابلت يعني شاب وسيم واختليت فيه بيصير كارثة؟ هل ترى أني أنا مقياس للناس؟ لا، هو أنا أسأل عشان أبغى أوصل الفكرة. الفكرة يعني هذا اللي الفكرة يا أستاذ، لم يطالب ليش أخذها أن هي الحالة العامة؟ ليست حالة عامة يا رجل، نحن نتكلم الآن في من وجد في نفسه شهوة، المفترض أنها لا يخلو بالشاب الوسيم.
الناس تختلف في سنها. أنا أساسا أتوقع الأستاذ محمد يوم سأل عن هذا الطفل الوسيم غط هو يقصد إذا يفتنون فيه النساء، أتوقع أنه كذا ما وصلنا لفكرة. لا لا، الرجل ذكر في قضايا المدارس الأولاد وما فيها من الشذوذ، ذكر الأستاذ، وإن كان في بداية كلامه يعني ناقض، قال المجتمع السعودي ما فيه، وكيف أنا استغرب كيف يطلع المجتمع السعودي، ثم لما بدأ يتكلم عن الشذوذ حتى داخل مدارس البنات، فهو الآن تكلم بواقعية في آخر الكلام، وإن كان الكلام الأول يختلف عن الكلام الآخر. قضية الثقة في المجتمع، نقول هذه الثقة في المجتمع لم نمنحها في أمور كثير، والدولة ما منحت هذه الثقة في المجتمع، إنما عاملت المجتمع كأنهم بشر، ساهر موجود، ليش ما في ثقة؟ هنالك أنظمة تنص على تحريم بيع الأسلحة ومعاقبة صاحبها. طيب إن ثقات، شايفنا يعني بنطلع للشارع نرش في الناس؟ نقول لا، المجتمع طبقات يا رجل، فيه الأهوج، فيه المندفع، فيه المراهق، هذه المراحل في العمر هي نفسها التي نتحدث عنها في الشهوة. أنا ربما أكون في سن ما أجد هذا الأمر، لكنني لابد أن إذا أنزلت نظام أو قانون أو فتوى لابد أن تراعي كافة طبقات السن، فما طيب. يجده الشاب طيب. المراهق في أول عمره. نعم، الوقت انتهى. الأستاذ العسيمي كان يتكلم بس قطعنا عليك، تفضل بس باختصار. أنا بس في دقيقة. أنا أقول أنه هذه حلولها ساهر وغير ساهر من هذه الأمثلة، هذه تخضع لقوانين لنقلع التحرش والإجرام في حق الأطفال لقوانين، وليس لأقوال مرسلة على وسائل التواصل الاجتماعي وترويع الناس بمثل هذه الآراء. طيب الدكتور سعود نص دقيقة. سيدي الموضوع أعتقد أنه لابد أن ينحصر في الفتاوى العجيبة اللي بتسئلنا كثيرا، مثل هذه الفتوى اللي سمعناها، ومثل عدم جواز الخلوة بالقرد، ومثل جواز أشياء غريبة بنسمعها كثير لا يجوز أنه نسمعها. هل هذه الأشياء تسيء لنا كمجتمع؟ نعم، يهمنا سمعتنا، يهمنا رأي الغير فينا. هل أحد حرم الخلوة بالقرد يا أستاذ الكريم؟ نعم نعم، كثير من الفتاوى قرأناها. زي من سمعت من يحرم الخلوة؟ قرأناها مؤخرا. وين قرأتها يا أستاذ؟ معليش ليتك تعطيني المرجع، قرأتها وين يا شيخ؟ إن شاء الله أشوف لك المرجع، ما لا يحضرني ولا أسمعه، لكن ادخل على الإنترنت وقرأها وابحث عنها، موجودة على الإنترنت. لا أحتاج أقرأ، أنت الآن لما جينا نتكلم هنا في الفتوى سألتني عن المرجع، فمن حقي أسألك عن المرجع، يعني الخلوة بالقرد؟ والله انا ما اقول لك اني حافظ المرجع، انت حافظ المرجع بحكم تخصصك. لا لا لا، بس انا مو تخصصي، بس اقصد لما نجي نسوق هذا الكلام نبغى نعرف هل هو فعلا شيء علمي ولا يساق من باب التندر بس. يعني لا يساق من باب التندر، ولكنه موجود، وارجع الى الانترنت وفتش عن المرجع ستجد، ولن تغلب في شيء هذا. انا بتحدث الان عن، ايضا كنت سالتني استاذ علي عن تعليق الشيخ سلمان العوده، وانا بقول انه نعم هناك اساءه لنا كمجتمع بهذه الفتاوى. العالم اصبح قريه صغيره بسبب التكنولوجيا، والعالم ليس مترصدا لنا ولا بيتصيد اخطائنا، ولكن لدينا بعض الاخطاء اللي بتتحدث بصوت مرتفع وتقول للناس كلهم في كل العالم انظروا إلي، وبالإمكان بكل بساطة تلافي هذه الأخطاء. نعم، لو ركزنا. نعم، على ما يحتاج إليه المجتمع. نعم، وتحسين أخلاقيات، وبدل التفرع لأمور عجيبة وغريبة. دكتور سعود كاتب شكرا لك، كنت معنا من جدة. الأستاذ محمد العصيمي شكرا لك، كنت معنا من الدمام عبر السكايب، شكرا لحضورك. الأستاذ عبد الله داود الباحث الإسلامي شكرا لك على حضورك تلبية الدعوة، وقتنا انتهى. الله يعطيك العافية. بعد الفاصل نتحدث عن محمد مرشد ناجي، ألقاكم.